ينضم إلينا من لندن كريغ إيرلام كبير محللي السوق في أواندا. إذا هل سيتمكن الفيدرالي من تهدئة التضخم دون إغراق سوق العمل؟ كيف يمكن ذلك برأيك؟ التاريخ يشير إلى أنه من الصعب تجنب الهبوط الاقتصادي الحاد لأن التضخم مرتفع جدا الآن وبسبب الحاجة إلى إجراءات عاجلة وقوية. التاريخ يشير إلى أن الأمر لن يكون سهلا والفيدرالي يواجه تحدي كبير في هذا المجال. هم واثقون من أن سوق العمل قوية وأن الاقتصاد قوي وهما قادران برأيهما على تحمل رفع الفائدة، لكن هناك الكثير من الناس الذين يشككون في هذا الكلام. ففي نهاية المطاف العامل الأساسي في تحديد مدى نجاح المهمة هو إلى أي مدى سيتراجع التضخم. هناك رأي واسع نطاق يشير إلى أن التضخم الأساسي سيصل إلى الذروة حاليا ربما في مارس أو أبريل ويبدأ بعدها بالتراجع. في البداية كان هناك حديث عن تراجع سريع، لكن هذا الكلام لم يحصل وتحديدا بسبب الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على السلع، وهذا يعني أن التضخم المرتفع سيظل لفترة طويلة مرتفعا، لكن سرعة تراجع التضخم ستكون عاملا أساسيا في تحديد سرعة رفع الفائدة، وبالتالي إذا كان الاقتصاد سيهبط بطريقة مريحة أم بطريقة قاسية. ننتظر ملاحظات من جيروم باول لاحقا اليوم. ما هي التوقعات في هذا الإطار؟ هل سيكون هناك مراجعة في هذه المرحلة؟ جيروم باول سيلتزم بالسيناريو المرسوم. هو يرى أن واجبه يقتضي منه الالتزام بالسيناريو الذي اتضح من محاضر الاجتماعات، وهو يجب أن يحضر الأسواق لسياسات مستدامة أو لأحداث هامة، وعندما نقترب من نقطة معينة ربما يبدأ بإرسال إشارات وتلميحات، لكن باول لن يفعل ما فعله بولارد مثلا الذي يتبنى وجهة نظر أننا بحاجة إلى عدة عمليات رفع فائدة بخمسين نقطة أساس، وهو تحدث عن الحاجة إلى رفع الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام، وليس هناك الكثير من المسؤولين الذين يوافقونه الرأي، ولا أعتقد أن باول سيسير في هذا المنحى، بل على الأغلب سيتبنى وجهة النظر قائلة إلى أن الفائدة سترتفع إلى 2.5% بحلول نهاية العام، لكنه سيحافظ على المرونة لأن أيضا موضوع التضخم مهم. نادرا ما نكون أمام تصريحات عنيفة من باول، ولن يكون حديثه اليوم استثناء لهذه القاعدة. طب أيضا ننتظر، هناك حديث من بعض المحللين أن المركز الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام بعد تأجيل وتأجيل مستمر، ماذا نتوقع منهم؟ البنك المركزي الأوروبي سيتوخى الحذر بشكل أكبر، فالتضخم في منطقة يورو أدنى مما هو في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. التضخم الإجمالي ما زال مرتفعا والمسؤولون لا يحبون هذا الأمر، لكن تضخم الأجور منخفض، والبنك المركزي الأوروبي وحتى الآن كان حذرا جدا وسيظل يسير على هذا المنحى. قد يكون هناك تعديل يصدر في اجتماع يونيو بعد إصدار توقعات اقتصادية جديدة، لكن في آخر يومين رأينا مسؤولين يتحدثون عن رفع الفائدة في يوليو، لكن برأيي هذا الخيار ليس واقعيا. كريستين لاغارد وبعد آخر اجتماع كانت غامضة في كلامها وأشارت إلى أن الفائدة سترتفع في وقت من الأوقات بعد نهاية التيسير الكمي، والتيسير الكمي سينتهي في وقت من الأوقات في الربع الثالث، وقد نكون أمام بداية نهاية، وبعدها قد يستمر الأمر أسبوع أو شهر أو أكثر. نعم. وهذا كلام غامض. شكرا لك كريغ إيرلام كبير محللي السوق في أواندا، كنت معنا من لندن، أهلا وسهلا بك.